ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಕುಯು ಅಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು عندما أذكر هذا أذكر حديث قضية لا أطول الكلام لا أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب في المدينة المنورة وقام مع المسلمين أعطينا والأبرار أذني لبانا وقد سئلت أم الصبي عن الطفل وألقى بكفيه الصبي ارتكالة من الجوع خوفا ما يهلك الله وما كان مما يأكل الناس عندنا سوى الحوض الآحي والعلق بالمسجد ثم قال الصحابي ليس لنا فرار إلا إليك يا رب العالمين وليس لنا فرار وأين فرار الناس إلا إلى الرسل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا أطرفه اللهم اصبر صيدا ولا تجعلنا من القائمين وأنزل الله الغيث عند الصلاة وعند الخطبة وعندما يعودون إلى بيوتهم على بيت أطيب أسبوع كامل في الأسبوع التالي جاء رجل آخر أو حال الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انقطع السبل يا رسول الله ألقت اللوان والعياد يا رسول الله وضع لنا أن يقطع البطر قال صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأولياء والجماعة والأعلام ووقف البطر هذا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله نكون علماء ولا الوالد هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الله لا شك عن الموقف البطر إن ذلك من الناس يهبطون الفاتحه ربنا يقف بها في كيرلا يا رجال الرجال الذين جعل الله سبحانه وتعالى والذين اقاموا في هذا الكون بهم الرحمه يا رب العالمين اللهم يا مفرد الكون فرد كروبنا يا رب العالمين اللهم